الزمالك النهارده حقق فوز غالي جدا مليان مكاسب، مش بس الثلاث نقاط، مكاسب زي تثبيت اقدام مدرب جيد جدا زي جوزيه جوميز وعوده الثقه لاكثر من لاعب في الفريق، والاهم ان الزمالك ضيق فارق النقاط بينه وبين النادي الاهلي وبيراميدز في المنافسه على القمه. بدايه كانت سيئه جدا للزمالك في الدوري الموسم ده، بس شغل الاداره والجهاز الفني واداء اللاعبين ودعم الجمهور خلت الزمالك يرجع تاني الزمالك الكبير. مليون مبروك.